يا مساء سعادة على كل مشاهدي برنامج الطبيب. الفقرة دي بقى يعني منكم وليكم في نفس الوقت، أي أسئلة كانت بتدور في ذهنكم، أي أسئلة أنتوا بعتوها على صفحة المحور على الفيسبوك أو صفحة الطبيب على الفيسبوك أو صفحة دكتور كريم على الفيسبوك، لمينا كل الأسئلة دي بقى وحاولنا على قد ما نقدر ناخد اللي هم يعني أي سؤال مشابه للتاني عشان نرد على أكبر عدد عايز يعرف الإجابات اللي هي مخليه عايز ياخد خطوة، أو اللي متردد في حاجة، أو اللي عايز يستفسر عن حاجة من دكتور كريم، لأن بعد الفقرات اللي فاتت بقى فيه هجوم كبير جدا في المسجات، فمش هنعرف نرد على كل الأسئلة. فعلى قد ما نقدر النهاردة هنرد طبعا، ونخلي الدكتور يقول لنا المعلومة اللي هتوصل الإجابة الصحيحة من الآخر. يعني خلينا نرحب الأول بدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، عضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، زميل كلية الجراحين الأمريكية، والحاصل على شهادة الاس ار سي وهي اعلى تصنيف دولي في جراحات السمنه. بحب اقولها تاني يا جماعه الجمله دي، مش عارفه ليه، اعلى تصنيف دولي لجراحات السمنه. هو كده بقى يا دكتور. شكرا. بحبها انا بصراحه قوي. شكرا. بتشرفنا دايما ومشرف مصر كده. الحقيقه شكرا جزيلا لحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وكل الساده المشاهدين. الحقيقه طبعا يعني دي طبعا من الشهادات اللي يعني فعلا يعني يمكن الطبيه المظبوطه، يعني اللي هي تقييمها دولي، يعني حاجه دوليه معروفه لكل الناس، ويمكن الاطباء يمكن على درايه بيها كويسه جدا وبيقيموها كويس. دي مش اي شهاده، لا دي شهاده جوده دوليه لجراحين السمنه في العالم، يعني اعداد محدوده دوليه يعني. فطبعا احنا لان جراحات السمنه بصفه عامه هي من الجراحات اللي محتاجه مجهود في اجراها، يعني ان احنا نعملها باحترافيه شديده سواء كجراح او مكان لاجراء العمليه او باستخدام احدث التقنيات العالميه، بحيث تاخد يعني افضل النتائج سواء تكميم معده، تحويل مسار، يعني تكميم مع تحويل، او جراحات حتى اصلاح لجراحات السمنه المفرطه السابقه. يعني الاسئله كم كبير جدا بعدين معانا، بسم الله ما شاء الله، يعني صفحات صفحات حضرتك على الفيسبوك والمحور والطبيب، يعني اسئله كتير، ولكن احنا هنحاول يعني نسال على قد ما نقدر. اوكي، اول حضر. سؤال يعني تقول لك الاول، يعني انا بحبك جدا يا دكتور كريم، يعني شكرا. احنا بنبعت لك بالظبط. هي عندها 37 سنه وطولها 180 ووزنها 125 كيلو، عايزه انزل وزني وعايزه اعرف هل التكميم العمليه المناسبه ليا وتناسبني ولا لا التحويل، وانا بحب الاكل كتير، دي مشكلتي، وخايفه لما اعمل عمليه تحرم خالص من الاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. في السؤال ده احنا طبعا تكميم المعده هي عمليه مناسبه للسن ده والوزن ده، طبعا يعني على وزن 120 كيلو طول 180، يعني تكميم المعده هتقوم بواجبها وهتبقى يعني عمليه بسيطه. في الناس اللي عايزين حتى تحفظ في شكل الجروح بتاعه المنظار، يعني هي مش فتح جراحي خالص، هي عمليه بالمنظار، فتحات صغيره. الفتحات دي حتى كمان احنا يعني بنعملها بطرق تجميليه قد تكون دقيقه، صغيره جدا يعني 3 مللي، ما بتبانش خالص، احيانا ما بتحتاجش تتقفل بالجروح، يعني ما بتحتاجش غرز تتقفل بيها. احيانا كتيره جدا برضو لما يبقى يعني الوزن مقارب للوزن المثالي، مش وزن كبير قوي، بنعملها سنجل بورت، يعني فتحه صغيره. ممكن عرضنا فيديوهات ليها. لو عايزين نحافظ على يعني حتى الشكل التجميلي، في ناس تبقى يعني طبعا عايزه مش عايزه فتحات اعلى البطن خالص، لان يعني طبعا ربما في فتره المستقبل تعمل قيصريه، بنعمل احنا الفتحات فتح في البيكيني لاين او المكان جرح القيصريه، وبالتالي ما تبانش خالص. تكميم المعده مناسبه لكل الناس، مناسبه لكل الاعمار، مناسبه لكل الاوزان، لكن مش بنحبها في الناس اللي هم مدمنين للسكريات او الشوكولاتات او الايس كريم او الحاجات اللي هي في سكر عالي. مش بنحبها في الناس اللي عندهم ارتجاع شديد في المريء، دول بنحب نعمل فيهم تحويل مسار اكتر من تكميم المعده. الناس برضو اللي عندهم سكر مش منتظم، الناس اللي بياخدوا جرعات انسولين عاليه، بنعمل لهم تحويل مسار اكتر من تكميم المعده. فطبعا التكميم هتبقى مناسبه في الحاله دي. طب لو هندقق في كلمه ان هي بتحب الاكل،
هي معموله لكده يعني. عمليه تكميم المعده هي معموله ل يعني تقليل الجوع، زياده الشبع، لان هرمون الجوع 80% منه بنتخلص منه. حجم المعده بيبقى صغير لدرجه ان كميه صغيره بتوصل المخ بيفهم خلاص ان احنا شبعنا، لكن مفيش اي حرمان من يعني اي نوع من الاكل. يعني في وقتها هي مش هتحس ان هي اتحرمت، لان لا هي طبعا على قد الجوع اللي هتجوع هتاكل الاكل المظبوط. وبتبقى مبسوطه لان مفيش جوع، هو اللي بيعمل لنا درايف هو الجوع، احنا هرمون الجوع 80% منه بتشال، وبالتالي بتبقى مبسوطه يعني. كل الناس اللي عملت تكميم معده هم يعني بيبقوا مبسوطين بالعمليه كانقاص وزن وك يعني حياه جديده بقى في طبيعه الاكل او طيب كميه. طيب احنا هندخل على السؤال الثاني. انا عندي سمنه بالوراثه طول عمري، وكان وزني معدي 150 كيلو، وعملت عملية تحويل مسار من سنة ونص بس ما نجحتش، وحصل عندي مشاكل والحمد لله اتعالجت، بس وزني زايد، هل ينفع اصلاح العملية ده ولا اعمل تكميم تاني؟ تكميم بعد تحويل مسار مش احسن الحلول يعني، بيبقى فيها شوية خطورة، لان طبعا المعدة بتبقى مفصولة لجزئين. يفضل طبعا في الحالة دي اصلاح لفشل العملية. العملية دي يا إما مش معمولة كويس أصلا، هتلاقي طبعا المعدة مرحرعة بزيادة، الوصلات مش معمولة كويس، بندخل نصلحها وبنعملها بقى عملية مظبوطة. أحيانا بنحاول تحويل مسار المعدة المصغر إلى كلاسيكي، يعني وصلة تانية. وفي فيديوز كتيرة بقى ممكن نشوفها على يعني عندنا على المواقع بتاعتنا على طريقة إصلاح يعني تحويل مسار المعدة المصغر لتقليدي. أحيانا بنحط حلقة حوالين المعدة بحيث ان هي ما توسعش للمستقبل، لو كانت العمليه معموله كويس ووسعت بعد فتره، في اجسام كده بيحصل كده بعد شويه سنوات بتلاقي المعده ابتدت توسع، دي بنحط عليهم حاله بحيث ان المعده ما توسعش مره ثانيه. فحلها سهل جدا ما فيهاش مشكله ان شاء الله. ان شاء الله. السؤال كمان بتقول انا من السعوديه وعايزه اتواصل واعرف هل انا لو يعني هي عايز تعرف ان هي لو جت ان حضرتك هتعملها العمليه، فعايز تسال على الفحوصات والتحاليل اللي ممكن تعملها، عشان يعني الناس لما بتكون خارج مصر بتبقى عايزه تيجي المده اللي انا اعمل فيها العمليه بس. تمام. فبتسال حضرتك طب اعمل ايه؟ احنا اي حد من خارج مصر احنا بيبقى فيه فريق طبي معاون بيتصل بيه يعني على تواصل مباشر بيه، بيحضروا مظبوط قبل ما يجي، لان بعض الفحوصات احيانا بتمنعه من اجراء العمليه، فما يقضيش وقت كبير في مصر ملوش معنى يعني. فاحنا طبعا احنا بنجهزه قبل ما يجي، وده بنعمله على فكره في مصر عندنا في الناس اللي هم بيجوا من اماكن بعيده من المحافظات البعيده، لانه احيانا في ناس بتيجي بطيران من اسوان من الصعيد بيجوا طبعا مسافات كبيره، فمش صح ان هم يجوا وهم مش جاهزين. لو عامل تحليل مثلا ربما يكون في مشكله يمنعه من اجراء العمليه، لكن في بعض الفحوصات احنا بنعملها ما قبل ان هو يسافر بحيث احنا نطمن ان هو على يعني جاهزيه لاجراء العمليه. وانس ان هو بيجي خلاص ممكن يعمل في نفس اليوم يعني. احيانا احنا بننظمهم على ايام لسه العمليات او ايام اللي احنا بنعمل فيها العمليات، بيجي من مكانه لاجراء العمليه ليله يروح ثاني يوم. اللي بيبقى طبعا من خارج مصر احيانا بيبقى عايز يبات ليله ثانيه في المستشفى، مفيش معنى خالص، الاماكن كلها يعني فندقيه ويعني الاقامه فيها بتبقى بسيطه يعني، تكلفتها بسيطه ما بعد اجراء العمليه يعني، انت لو قعدت يوم زياده الموضوع بسيط خالص. بسيط. وانا جيت عند يعني مكان حضرتك انا حسيت ان انا فعلا في اوتيل 5 ستار بجد، انا مش بهزر، واللي هيجي هيشوف يعني، انا حسيت نفسي في اوتيل مش في مستشفى خالص بصراحه. هو جاهزيه الاماكن اللي تجرى فيها العمليات دي جزء من نجاح العمليه يعني. عمليات السمنه محتاجه مكان على اعلى جاهزيه. انت مش عايز مفاجآت لا في مستوى التخدير او مستوى حتى التمريض اللي هو بيتعامل مع العيانين، او مستوى حتى الفحوصات اللي انت بتجريها، او مستوى اوضه العمليات جاهزيتها، مستوى المستهلكات الطبيه اللي هي المستهلكه زي استخدام الالات الجراحيه الحديثه او المناظير. طبعا كل الاماكن اللي تجرى فيها العمليات لازم تكون على جاهزيه اعلى عشان نصل لاقصى درجه من الامان. واحنا بنتكلم عرضنا صور الاحجام الكبيره يا دكتور اللي كانوا متخيلين ان العمليه دي صعبه، منهم معانا على الشاشه يعني، عايزاك تعلق لنا كده عليهم، بيبقى احساسهم ايه بعد ما بيخسوا؟ انا طبعا اكتر حاجه بلاقيها الحاله النفسيه او الاجتماعيه بتتحسن يعني بدرجه كبيره جدا، لانه طبعا بيبقى السمنه حبسه الانسان جواها، حبسها اجتماعيا، حبسها نفسيا، حبسها عن الحياه العمليه. استاذ محمد انا مش هقدر انساه خالص بصراحه. 330 كيلو. عايزين الفتره الجايه دكتور يكونوا معانا تاني، قبل كده زي ما ظهروا قبل كده معانا يعني، هم فعلا بيحبوا يقعدوا يتكلموا ويحكوا حياتهم قبل وبعد، لازم نعمل فقرات لكده قوي.
هو انا بلاقي فيه يعني احنا من كتر فعلا انشغالنا بالشغل يعني او زحمه الحياه بصفه عامه في الجراحه والعمليات والعيادات والمتابعات بتلاقي التصوير فعلا احنا مش فنيين قوي في التصوير يعني مش محترفين قوي زيكم في التصوير لكن يعني على قد ما بنقدر ان احنا بننقل تجارب ناجحه اللي بيحب ينقل تجربته طبعا ويلكم يعني ان هو يجي ويساعد الناس كلها في ان هو ينقل تجربه ناجحه انا شايف ان ده يعني مسؤوليه مجتمعيه يعني من الناس اللي طبعا. هي لان في بيبقى في تخوف واحد وصل وزنه فوق 300 كيلو ولو ما شافش واحد قدامه عامل العمليه دي قبل كده ونجح فيها هو بيبقى الخطوه دي بالنسبه له يعني عامل زي جبل كده مش عارف يطلعه يعني أيوة حاجه كده فعلا تفكير بيبقى سلبي جدا وخايف جدا ومحبط جدا لا ده انا اقول لحضرتك ان في يعني ده بيبقى ظاهر جدا في الاباء انا امبارح في الليسته في ضمن الحالات يعني حاله منهم الاب والام بيبكوا بيعيطوا بيعيطوا خايفين على ابنهم والعمليه بعد العمليه هي ما خدتش كلها نص ساعه من ساعه ما دخل ساعه ما خرج والامور بسيطه العمليات يا جماعه العمليات تجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره اقامه اقل من 12 ساعه في المستشفى الدنيا اتغيرت فعلا لان بس يا دكتور صدقني بجد بجد انت ناس بتثق فيك ثقه عمياء الحمد لله دلوقتي وكل شويه نجاحك بيزيد وده من تميزك بس خليني اقول لك على حاجه صدقني هم ما بيبقوش خايفين على ابنهم ان هو لا قدر الله ما يطلعش هو حاجه نفسيه هي حاجه نفسيه حاجة حتى نفسي. لو داخل يعمل لوز انا دايما بحب اقول الكلمه دي انت لو طفل داخل يعمل لوز لو انت مراره نفس الاحساس ف هو خالص هو في ثقة تامة طبعا في عمليات حضرتك طبعا احنا بس بنطمن الناس كلها بنقول لهم احنا بدلكم في التفكير الطبي لان انتم مش خبرة في جراحات السمنة طبعا احنا انا اتمنى ان انا في حياتي يعني بصفة عامة اتمنى ان انا الاقي الخبير في كل المجالات الخبير في الحاجات اللي احنا بنعملها في حياتنا اليومية يعني جانب جراحات السمنة احنا ان شاء الله مأمنينه لكم يعني احنا بدلكم فيه في التفكير بدلكم فيه ان احنا ناخد المسؤولية الكاملة ان احنا نأدي ما علينا يعني بصوره حرفيه على اعلى المستويات الطبيه العالميه واحنا حريصين في شغلنا ان احنا حتى يعني ناخد اعلى الشهادات اللي هي الجوده العالميه الدوليه طبعا. بحيث ان احنا يبقى هتاخد ايه تاني يا دكتور بعد التصنيف الدولي العالمي ما بنهداش ربنا يزيدك في كمان اصل يعني انت مصنف من يعني دوليا الجراحين السمنه والسكر يعني ايه شهادات الجوده دي مهمه جدا ان احنا ناخدها عشان نبقى فعلا سيرتيفايد يعني واخدين اعلى شهادات الجوده لكن طبعا لازم تكون ابديتد بكل حاجه تحصل جديده في العالم لازم تبقى ابديتد يعني حق العيان علينا كده في بقى سؤال يعني انا شايفه ان هو بجد جميل وهي بتساله كده تلقائيه بتقول لك التكمين يا دكتور كريم هل هو بيقتصر دوره في علاج السمنه ولا دوره فعال في علاج السكر طبعا التكميم تنفع في انقاص الوزن وتنفع كمان في علاج السكر من النوع الثاني اللي هو مش على علاج يعني قليل مش كتير يعني مش على قرص او مش على انسولين بجرعات قليله او فتره الاصابه بالسكر خلال مثلا سنتين ثلاثه اوكي خلينا نقول ثاني لو السكر عنيف وجرعات عاليه من الانسولين السكر ده عامل التهابات في الاعصاب عامل لا قدر الله بتر عامل مشاكل في الشبكيه عامل مشاكل في الكلى اعمل تحويل مسار واجه السكر بعمليه قويه تليق بالمضاعفات اللي هو عاملها دي تمنع السكر تقضي على السكر تماما دي عمليه قويه جدا في ان هي بتنزل الوزن بتقلل كميه الاكل بتقلل كميه الامتصاص بتاعه السكريات والدهون كمان بتنشط البنكرياس التكميم عمليه تعتبر بتنزل السكر بما يعني يكافئ نزول الوزن يعني السكر من نوع تاني مشكله وزن نزلنا الوزن السكر يتعالى لكن لو وزنك زاد بعد كده في المستقبل وزنك زاد يبقى سكرك هيرجع فالسكر الخفيف ليه التكميم السكر العنيف الشديد ليه تحويل المسار واحنا بنقرر ده بناء على التاريخ المرضي تاريخ العلاجات من امتى في اصابه بالسكر كل دي بتدينا معطيات ان احنا بنختار نوع العمليه عامل لكم كل حاجه هو حتى ابلكيشن دكتور كريم وانت قاعد بقى زهقان وانت في الطريق وانت في شغلك انت عايز تسال عن اي حاجه للعمليه بعد العمليه انت ممكن تتابع من خلال الابلكيشن قبل العمليه ايه التعليمات كل حاجه انت يعني انت مفيش حاجه مش عاملها يا دكتور بسم الله ما شاء الله عليك انا بحييك بجد شكرا الابلكيشن ده اكتر حاجه حسيت ان هو فاد الناس في ايه قبل ما اختم احنا بس عايزين يبقى الامور سهله في المتابعات تقدر تدوس على زرار توصل لدكتور التغذيه تقدر تدوس على زرار تبقى اونلاين مع استشاري جراحه يتابعك تقدر توصل للاماكن بتاعه المراكز بتاعتنا تبقى عارف تعليمات قبل العمليه تعليمات ما بعد العمليه
احنا بنحاول نجتهد في سبيل ان احنا نوفر الخدمه السلسه السهله اللي يبقى ما عنديش مشكله في المتابعه. انا عايز اوصل لدكتور اوصل له دلوقتي حالا. احنا بنشكرك طبعا. ما حدش يزعل مني ما لحقناش نخلص كميه الاسئله لان الدكتور كريم دايما بيحب يدي السؤال او اجابه السؤال مساحتها عشان على قد ما يقدر يوصل المعلومه بصوره صحيحه. احنا بنشكر دكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه والمناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات السمنه والمناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر وزميل كلية الجراحين الأمريكية والحاصل على شهادة الـ SRC وهي أعلى تصنيف دولي في جراحات السمنة. بحب أتك قوي على يعني المعلومة دي. بشكركم وخليكم معانا، فقرات دايما جديدة مع الطبيب. مساء الجمال على كل مشاهدي برنامج الطبيب من جديد معاكم. وفقرة خلاص ناس بقيت متعودة ان هي يومين يكون معانا فقرة مخصصة نتكلم فيها عن التجميل بشكل دقيق شوية بشكل جديد كمان بتقنيات الحديثة مع مركز ياس كلينك. النهاردة بقى مراكز ياس كلينك بعتنا دكتورة جميلة قوي، يعني هي فعلا عنوان للجمال. المشاكل اللي جاي تتكلم معانا فيها، انا دايما بحب اللي يجي يتكلم في مشكله اذا كانت بالنوته فيعني تبقى هي محافظه على نفسها في النقطه دي، لان انا ما ينفعش اشوف دكتوره او ضيفه معايا بتتكلم في نقطه معينه وهي اصلا يعني مفتقده النقطه دي عندها. عشان كده انا مبسوطه جدا وهصدق اي كلمه هتقولها من غير اي حاجه لان انا شايفه ده فيها. خليني ارحب بضيفه فقرتنا دكتوره دينا حافظ محمد، اخصائيه الجلديه والتجميل والليزر بمراكز يعني ياس كلينك. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كويسه؟ كويس. رقيقه خالص ويعني وجميله بجد. هبقى عارفه ان انا لما هسالك سؤال وهتجاوبي عليا اكيد اكيد انت بتلمسي اي مشكله في البنت ان هي بتبقى نفسيه اكتر من اذا كان مثلا جسديه او في الشعر او حاجه زي كده، صح؟ قولي لي بقى، تساقط الشعر مشكلتنا كلنا وكل الاعمار، سواء بقى اللي بتعمل شعرها سشوار ومكوى، اذا كان عوامل شمس، ليها مشاكل كتير. لو انا عايزه اختصرها في نقط كده، مشاكل الشعر ممكن تكون التساقط سببه ايه؟ في اسباب كتيره جدا لتساقط الشعر. مبدئيا كده التغذيه المش سليمه. تمام. لما يبقى في سوء تغذيه هيبقى في طبعا مشاكل كتيره قوي في الشعر والشعر هيقع جامد يعني. تاني حاجه ممكن نعاني منها شرب الميه. في ناس كتيره قوي ما بتشربش ميه كتير، ودي من الحاجات اللي لازم برضو نعملها في حياتنا اليوميه، على الاقل 3-4 لتر ميه في اليوم. تاني طبعا زي ما انت قلتي الشمس، تعرض للشمس خصوصا في الصيف والحر والكلام ده كله طبعا بيأثر على الشعر بسبب تساقط الشعر. اوكي. ده غير طبعا الصبغات والكيراتين والبروتين والحاجات اللي بتعمل اللي احنا ماشيين عليهم. طب انت بتنصحي بيهم يا دكتور؟ اكيد لا طبعا خالص. الحاجات دي بتوقع الشعر جامد جدا. ممكن الشعر في الاول يبقى شكله حلو قوي، يعني البنت تحس شعري حلو قوي اول شهر اول شهرين، بس بعد كده لما بتوصل 6 شهور هتلاقي الشعر بيقع، بيتكسر الشعر. بيتكسر من اول البصيله نفسها. طيب انا عايزين نتكلم نقطه نقطه. لو انا بعاني من التساقط، ولو انا مثلا بعاني من التساقط والهشان، ونروح طبعا للنقطه اللي طلعت موضه الفتره اللي فاتت، الصلع عند البنات. تمام. بتبقى من قدام كده بتعمل تفتحات وحفر واسعه كبيره. أكيد. وهي بتضايق البنت جدا. تمام. يعني لدرجه ان هي خلاص بتبقى فقدت الامل وبتضطر ان هي تجيب حاجات كده تلبسها وجات وقصص، وده بيأثر اكتر. اكيد. فعايزاكي تتكلمي بقى بشكل عام. هو الفكره كلها ان مشكله الصلع الوراثي بقت مشكله كبيره جدا موجوده دلوقتي، خصوصا حتى بقت تظهر في سن صغير. ممكن البنت يبقى عندها 15 او 16 سنه وبتعاني ان شعرها راجع لورا، او تلاحظ ان القوره نفسها ابتدت تكبر. اوكي. الشعر نفسه ابتدى ينحل لورا. ده غير ان بيبقى في فراغ كبير قوي في الشعر، بتلاحظ برده ان في فراغ كبير قوي في الشعر، بتقول انا شعري ما كانش كده. زي الصوره دي معانا الصوره. الصوره دي كانت بيشنت
هي بنت صغيره اوكي خلاص، دي كانت 17 سنه او 16 سنه تقريبا. كانت بتعاني من مشكله ان الشعر الحته اللي قدام دي كلها ابتدت تخف خالص من عندها. اوكي بعدين دي طبعا دي بدايه صلع وراثي، دي بدايه صلع وراثي تمام. طيب عملنا ايه عشان نخلي شعرها يرجع بال طيب. يعني ما شاء الله انا مش بحسد بس غزير فعلا وفي فرق شاسع. دي حقيقه. الفكره كلها ان احنا طبعا مشينا على الادويه وفيتامينز، في برودكتس معينه طبعا بنستخدمها. اهم حاجه طبعا الصلع الوراثي مشكله لازم ليها دواء معين. الدواء ده اللي هو الاسم التجاري بتاعه مينوكسيديل. مينوكسيديل ده حاجه مهمه جدا لازم نستخدمها روتين. دي برضو كانت نفس المشكله زي ما قلت الخط اللي في النص. بصراحه منها كتير كتير جدا جدا. وبصراحه لو انا مش واثقه فيكم بجد، في ناس بتقول لا ملهاش حل وجربنا كتير وما بيبقاش ليه حل، بس انا طبعا خلاص يعني انا واثقه في اس كلينك. قولي لي عملتي دي ايه معاها؟ بصي دي غير الدواء طبعا اللي كتبناه والفيتامينز والحاجات دي كلها، دي عملنا بروتوكول حقن للشعر في خلال السنه. بنبدا 3 شهور في اول السنه و 3 شهور في اخر السنه. 3 شهور في اول السنه و3 شهور في اخر السنه، وبنسيب كام شهر في النص ما بنشتغلش على الشعر، بنشتغل بقى بفيتامينز وفيتامينز وادويه. حلو قوي. لكن اول 3 شهور عملنا حقن للشعر، حقنا بلازما وحقنا ميزو ثيرابي. دي كانت حلقه اجريسيف شويه عشان دي كانت دي حد كبير في السن. دي كانت حد كبير في السن ومتاخر قوي كمان. أوكي. الفكره كلها ان الناس دلوقتي يعني انا شعري بيقع انا ما بهتمش، يعني مفيش اي اهتمام بموضوع تساقط الشعر. بس صدقيني لا الموضوع اختلف، بس فعلا في ناس بتكون فاكره ايه، هقول لك، بتكون فاكره ان انا فتره ناقص فيتامينز طب هتغذى، وهم بيشخصوا لبعض وبنروح في الاخر كلنا في مكان تاني. تمام صح. هو الفكره في كده يعني انا المفروض اول ما شعري يقع اعرف ان ده اليرت، ان هو ان لازم اروح لاخصائي اعرف ايه اللي حصل. اوكي. الصورة دي برضو نفس الكلام، هايل جدا جدا وراسي. جدا. دي جلسات بلازما وجلسات ميزو ثيرابي حقن للشعر. طبعا على حسب كل حالة ممكن الكورس يبقى من 3 لـ6 شهور. أوكي. على حسب الحالة اجريسيف او لا. الحالة دي الحالة دي طبعا كانت صعبة جدا. برضو الشعر انا مش قادرة يعني بأمانة عايزة اقولك برافو، عايزة اقولك انا بحييكي، لان بجد بتبقى مشكلة بسببها في ناس ما بتخرجش من بيتها. تمام. صدقيني خصوصا تمام. بنات لسه ما اتجوزتش حتى لو متزوجه قدام جوزها بتتحرك جدا. طب قولي لي هو كل الصور دي بنات ولا كمان انا ممكن رجل؟ الصوره اللي فاتت دي كانت دي اللي كانت رجل. لان انا مش شايفه كويس. هو الرجاله ما بيهتموش قوي بالموضوع ده. دي اوكي. بس برضو لا لازم يبقى فيه اهتمام طبعا، لان الشعر ده تاج يعني المفروض طبعا الناس كلها تهتم يعني. بيلجأوا للزراعه. الزراعه بتبقى اخر اوبشن خالص بعد بقى يعني الرجاله اكتر بتلجأ للزراعه بصراحه. دي بتبقى اخر حاجه خالص ممكن نعملها بعد بقى خلاص يعني كل المحاولات فشلت، او مش هاخد الدواء او مش هاجي اعمل حقن يعني. انا مش عايزه اصبر ان انا امشي على بروتوكول معين فانا مستعجل. يعني تقصدي ان في ناس بتيجي لحضرتك اللي هو انا عايزه اعمل زراعه على طول؟ بالظبط. اوكي. طب ده بيبقى فاقد امل ان هو مثلا مش واثق ان هو يوصل للحالات الحلوه دي؟ انت يعني موصله حالات يعني انا ذات نفسي منبهره وانا قاعده. تمام. يعني مش متخيله ان الشعر بيبقى خفيف كده وصلع ويوصل لدرجه ان هو يرجع تاني زي الطبيعي. تمام. هو الفكره ان معظم الستات بتصبر شويه يعني، ممكن تيجي تحقن، ممكن تيجي اخد ادويه، همشي هبقى منتظمه. معظم الرجاله هم مبيبقوش منتظمين قوي يعني، يقول لي انا مش هقدر اخد دواء بانتظام او مش هاجي اقدر احقن بانتظام، فبيلجأوا للزراعه اللي هي لا انا هروح ازرع شعر احسن. طبعا الزراعه ليها متخصصين يعني. متخصصين طبعا. ولكن احنا بنرجع الشعر من بالزبط. غير زراعه. اوكي. احنا بنرجع شعرنا من غير زراعه. أكيد. خلينا متاكدين في النقطه دي. قولي لي بقى يا دكتور، لو انا مثلا بنوته وشعري ما فيهوش الصلع ده. تمام. أوكي؟ اوكي. وانا عايزه اخليه طويل. تمام. دي ها طويل ها، انتوا بتحبوا الكلام ده قوي. وعايزه اخليه تقيل. تمام. او انا كنت زمان شعري طويل وتقيل، انا واحده من الناس كان زمان شعري طويل بس استشوار وفير. أوكي. اعمل ايه او ايه البروتوكول اللي امشي عليه مع حضرتك طبعا؟ اذا كان بقى بلازما اذا كان ميزوثيرابي، قولي لي افضل مستمر على ايه عشان ارجعه زي الاول واخليه بالشكل الحلو ده. تمام. لازم في الاول طبعا اعرف التغذيه السليمه. ابعد عن اي حاجه تعمل مشكله لشعري. تاني حاجه طبعا بقى بالنسبه للحقن والحاجات دي لازم اعمل بروتوكول لنفسي ان انا امشي عليه. لو رحت حقنت كبروفيلاكسز كل سنه، عملت مثلا 3 أو 4 حقن على مدار 3 أو 4 شهور، دي هتحمي شعري جامد، هتمنع حتى التساقط بتاع الشعر، هتوقف التساقط. حقنه ايه؟ ميزوثيرابي. ميزوثيرابي وبي ار بي بلازما. بي ار بي بلازما. اها. كل قد ايه؟ كل شهر. كل شهر. ده حتى يعني حتى كوقايه يعني. وقايه ان انا مش عايز شعري يقع، بحافظ على الشعر الموجود على قد ما اقدر ان انا امشي على الحاجات دي.
خصوصا الناس يعني اللي مثلا مضطره، يعني مثلا مضطره اعمل سشوار وفير مثلا يوميا في حاجات معينه، اظبط حاجه معينه، الناس دي بتنصحيها اللي هي شهريا؟ طبعا اكيد. طيب لو انا مثلا ما بعملش شعري والناس اللي هي مريحه شعرها تمام، بس برضو في تساقط تمام اوكي، بيكون سببه ايه وايه اللي يتم معايا؟ بصي ممكن يبقى سببه ستريس، ممكن الوضع يعني الحاله النفسيه طبعا بتاثر كتير جدا على الشعر. اوكي لو انا ما عنديش حاجه خلفيه وراثيه في العيله، بابا وماما الكلام ده كله، يعني مفيش حاجه وراثيه، فده ممكن يسببه فعلا الاساسي يا اما تغذيه يا اما ستريس. في مشاكل طبعا تانية زي الانيميا او مشاكل في الغده الدرقيه، دي كلها حاجات هتوقع الشعر، فلازم طبعا اعمل التحاليل اللازمه الاول وبعدين الجا برضو لنفس الكلام، ممكن احقن الخلايا الجذعيه، دي برضو حاجه جديده موجوده، الحقن الخلايا الجذعيه ده بيحافظ على الشعر وفي نفس الوقت بيحافظ بصيلات الشعر الموجوده ان هي تبقى قويه يعني. طب حضرتك بتقرري في الوقت اللي انا باجي اكشف فيه اللي احنا هنبتدي بروتوكول العلاج، ولا لازم الاول اعمل التحاليل دي؟ احنا بنكشف الاول، يعني في الاول خالص بنكشف بحاجه اسمها ديرموسكوب. أوكي. ده بنكشف بيه على بصيلات الشعر، بنشوف المشكله ايه، هل بصيلات الشعر مثلا ما بتطلعش الشعر، او هل في حتت فاضيه، الكلام ده كله بيبان عندي على شاشه معينه كده اللي هو بالجهاز اللي انا بستخدمه، وبعدين بحدد ساعتها الحاله. لو الحاله انا مش شايفه اي فراغات في الشعر او مفيش اي مشكله بس تساقط، ساعتها لا بنعمل تحاليل، لازم نبقى عاملين التحاليل بقى، بكتب ساعتها تحاليل الغده الدرقيه والانيميا والحاجات دي كلها. لو مفيش مشاكل في التحاليل دي، ساعتها برده بنلجا لحقن الشعر اللي هو كحفاظ على الموجود. طيب خلصنا ورجعنا لهم شعرهم حلو وتقيل وطويل وخلاص. أوكي. في مشكله الهيشان؟ يعني في حل، قصدي مشكله. أوكي. هي مشكله. تمام اكيد طبعا. بصي هو الهيشان سببه جفاف، الجفاف بتاع الشعر. اوكي، لو انا ما بشربش ميه كويس هيحصل لي هيشان. الهيشان بتاع الشعر يعني الاساسي عشان اعالجه برودكتس وحاجات يعني بستخدمها بقى، اشتريها من الصيدليه او كده، ادويه كلها. بس انت بتنصحيهم بيها؟ لان طبعا كل شعر وليه حاجه طبعًا. معينه أكيد ما ينفعش انا تكون دكتور كتبتي لي على حاجه الهيشان اديها لصاحبتي او لاختي او صح كده، ولا ممكن دلوقتي بتاعت البنات كله بيتكلم اللي هو خدي الدواء ده، خدي لا ده انت بتلاقي في جروبات بقى، عارفه انت في جروب كده للبنات بيبقى فيسبوك وملايين عليه، وبعدين خلاص بيعالجوا بعض. أيوة اصلا دي حقيقه. انا ببقى عايزه اقول لهم يا جماعه يعني لو اصلا لو دخلت هيضربوني فبلاش. طيب ندخل بقى على حاجه برده، يعني انت النهارده يعني بتتكلمي معانا في نقطتين والاثنين مهمين جدا لاي بنوته. أوكي. الهالات السوداء اللي تحت العين تمام. اوكي بتعملي فيها ايه؟ بصي بالنسبه للهالات السوداء لازم اعرف الاول المكان ده شكله عامل ازاي. المكان ده عباره عن جلد رفيع جدا وتحت اوعيه دمويه. اوكي اوكي، لو في مشكله في الاوعيه الدمويه بيبان ان في اكنه خط ازرق تحت العين او في شادو ازرق، انا مش عارفه السبب ايه. اوكي تمام كده، ده بيبقى ضعف في الاوعيه الدمويه، ده بيتعمل له حقن حاجه اسمها كاربوكسي. تمام، كاربوكس ثيرابي ده زي غاز ثاني اكسيد الكربون بيتحقن تحت العين، بينشط الاوعيه الدمويه دي او بيحسنها جامد. اوكي فدي بتعالج اللي هو مشكله الزرقان اللي تحت العين ده. حقن اسمه كاربوكسي. اوكي انا عارفه الفيلر واعرف الميزوثيرابي تمام، الكاربوكسي ده جديد عليا. ايه بقى الكاربوكسي؟ هو الكاربوكسي ده غاز ثاني اكسيد كربون تمام، سي او 2 العادي. اوكي بس بنحقنه تحت العين فبيحسن الاوعيه الدمويه نفسها او بيحسن الاكسجينيشن، بيحسن الاكسجين يوصل للمكان ده. طب ليه مستمعين عنه كتير؟ يعني سامعين عن الفيلر اكتر عن عشان معظم الحالات اللي بتبقى جايه بيبقى المشكله عندها اللي هو المنطقه اللي تحت العين دي ديب عميقه. فبتبقى عميقه اللي هي الموضوع اللي تحت العين ده بيبقى عميق شويه، فبتحسي ان هو في شادو او في غمقان. بس هو الحقيقه ما بيبقاش غمقان، هو بيبقى بس جاست عميق، فبيبقى تجويف. فبيبقى محتاج حاجه تملاه شويه. بالظبط. ولكن الحقن التاني اللي هو الناس اللي اصلا مثلا وراثه او بالظبط كده، او مثلا سهر، ممكن السهر يعني السهر طبعا والقعده قدام الكمبيوتر، التدخين طبعا. الناس كلها دلوقتي شغلها قدام شاشه يعني ده على طول. هو مش شغلها بصراحه، واحنا كلنا نشوف الصوره اللي معانا، احنا ماسكين الشاشه ما بنسيبهاش. بلاش احراج. طيب الصوره اللي معانا دي الحاله كانت ايه دكتور؟ دي الحاله دي كان عندها المشكله اللي بقول لك عليها، كان عندها شويه زرقان تحت عينيها في نفس الوقت في تجويف. اوكي دي عملنا كاربوكسي وعملنا فيلر. حلو قوي. هي طبعا احنا لان احنا بنحاول على قد ما نقدر ما نظهرش الناس عشان الاحراج. فالصوره ولكن الواضح بيبقى احلى من كده بكتير طبعا. اكيد الحاله دي. طيب دي برده نفس الكلام، زرقان حتى كان حوالين العين كلها، كان من تحت ومن فوق. لا ثواني، يعني انت ممكن تحقيني فوق طبعا على الجفن؟ اكيد طبعا. في الجفن. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ده الناس كانت فاكره لا الحقن تحت بس. لا طبعا ممكن نحقن فوق كمان لو في مشكله فوق.
دي كان عندها باجز، دي كان عندها زي انا عايزاكي تشرحي كتير عن الصوره دي. اوكي، لان بجد فاكرين ان ملهاش حل. لا طبعا. بصي، هو الفكره كلها دي كان زي انتفاخ تحت العين. خلاص كده. دي لو مش سببها دهون او مشكله، يعني اكياس دهنيه تحت العين، دي ممكن تتعالج طبعا بحقن الفيلر وبالفراكشنال ليزر. اوكي، الحاله اللي كانت معانا، الحاله اللي كانت معانا. اوكي، طب والحاله دي؟ الحاله دي برده كانت محتاجه فيلر، احنا عملنا لها فيلر برده في المنطقه اللي تحت العين. فيلر ومفيش حاجه، مفيش حاجه ثانيه. الشكل بيتحول تماما طبعاً، من حد شكله حزين، حد شكله كبير في السن. اكيد طبعا، اكيد طبعا. طب انا عايزه اسالك على حاجه. بصي بقى، يعني دي خارج الحلقه. اوكي، اتفضلي. انا دايما بحب اخرج بره الايه اللي هو النطاق العادي ده، عارفه؟ في ناس بتبقى عندها بالظبط اللي هو تحت الرموش الصغيره دي. اوكي، انتفاخ. اوكي، تمام. بيبان ان هو يعني بجد اكن بجد دهون مثلا موضوعيه. تمام. دي بتعمل فيها ايه؟ الفكره كلها ان الناس دي، في ناس بيبقى باين انها في فعلا دهون موضوعيه، بتبقى شكلها في نقط صفراء. حلو. دي لو فيها نقط صفراء دي حاجه اسمها زنسوما، دي ممكن تتعالج بالفراكشنال ليزر لو هي حاجه بسيطه. اوكي. لو هي حاجه قويه شويه او اكياس دهنيه كبيره شويه، دي بتبقى محتاجه طبعا جراحه. بس ليها حل. طبعا. اوكي، أكيد. يعني الناس برضو كانت فاكره ان ملهاش حل. طب نشوف بقى الصوره الهايله بعد اللي حصل. خليني اقول الهايله. بصي مخرجنا من كتر ما انا معجبه بيها جابها لي تاني. ايوه. انا بشكرك بصراحه. اصلي دي يعني بجد بجد، يعني انا ببقى فاكره ان ده خلاص حد كبر في السن ولازم يعني تبقى جراحه. تمام. فانت كونك ان انت تصلحي وتخلي الشكل حلو قوي كده من غير جراحه، فمعلش اشرحي لي تاني. تمام. هي كان عندها اكياس تحت العين او باجز. تمام كده. دي عملنا فراكشنال ليزر، فراكشنال كربون دايكسايد ليزر. اوكي. ده زي بيشد الجفن شويه. تمام. وبيفتت دهون خفيف قوي. خلاص. وفي نفس الوقت اللي هو التجويف اللي هو كان تحت الباجز دي على طول. فظهرت النتيجه طلعت اللي... بالقمر كده. طلعت قمر. يعني عارفه ختموها مسك. انا بشكرك يا مخرجنا جدا، لان بجد صوره هايله. بصي، ما انا لو شفت دكتور عمل النتيجه الحلوه دي على حاله زي كده، خلاص انا هبقى واثقه فيه في اي حاجه تانية. يعني اللي هيخليه يعمل النتيجه المبهره دي في حاله شكلها صعب، يبقى الحاجات البسيطه التانية هيعملها وهو مغمض عينيه بمعنى اصح. انا بشكرك جدا. ونورتينا. نشكر دكتوره دينا حافظ محمد، اخصائيه الجلديه والتجميل والليزر بمراكز ياس كلينك. وانا كمان بشكركم، هنرجع لكم مره تانية بعد الفاصل. ورجعنا لكم من جديد اعزائي مشاهدي برنامج الطبيب، وفقره انا شايفاها مميزه جدا وبصراحه يعني فريده من نوعها، مش ناس كتير قوي بتطلع تتكلم في الموضوع. فقرتنا النهارده، او كمان انا في برنامج الطبيب بكل صراحه اول مره اتكلم في الموضوع ده او في التشخيص ده، وسعيده جدا ان انا لما بتكلم في التشخيص ده بتكلم مع حد بصراحة مش قليل فيه خالص، بتكلم مع حد عنده خبرة وعنده يعني مهارة، نجاح مستمر ومتميز. ناس كتيرة جدا 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 أول ما هتكون معانا على الشاشة هتعرفوا شكلها، يعني وشها معروف، اسمه علامة كبيرة جدا في يعني أورام الثدي أو الأورام بشكل عام. سيدات كتيرة جدا يعني موضوع ورم في الثدي أول ما بتسمع القصة دي او اول ما بتسمع الكلمه دي بتتاخد قوي، لانها حاجه بتكون مش سهله على السيده، شويه بتاثر نفسيا غير كمان التاثير الجسدي، نفسيا اكتر، لان في ناس لو ما شخصتش صح او لو ما ابتدتش العلاج مبكر او لو ما اكتشفتش الورم اصلا بتروح في سكه استئصال للثدي. ولكن النهارده احنا يعني عايزين الفرحه تدخل بجد جوه قلوبنا، لان ضيفه فقرتنا النهارده هتساعدنا في حاجات كتير قوي، هتساعدنا من البدايه اصلا ان انت ما توصليش لمرحله متاخره، ازاي تكتشفي الموضوع ده بدري، ازاي لو وصلتي لا قدر الله لحاله مش كويسه حتى لو فيها استئصال، لا في حاجه اسمها اعاده ثدي. فالنهارده انا بسميها حلقه التفاؤل. مش عايزه اي سيده النهارده تكون مخضوضه لو سمعت او اكتشفت ان في
في ورم في الثدي اذا كان عندها عند صديقتها اختها اي حد بتحبه، لان الموضوع هيكون بجد مختلف تماما في فقرتنا. خليني بقى ارحب بيها لانها سعيده جدا ان هي موجوده معايا، استاذه دكتوره نجلاء عبد الرازق، استاذه الاشعه التشخيصيه والتداخليه بالقصر العيني وخبير في الاشعه التشخيصيه والتداخليه للثدي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا يا ميرسي، منورانا. انا فرحانه جدا 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 ان انت معايا، وانا فرحانه ان انا معاكي. ميرسي جدا يا دكتور. انا هسميها حلقه الـ يعني هغير الاسم، هسميها حلقه التفاؤل او فقره التفاؤل. خلينا بقى نمشي ستيب باي ستيب، نتعرف الاول يعني ايه ورم في الثدي او يعني ايه كانسر ثدي. هو انت عندك حق في حته التفاؤل، لان هو سرطان الثدي دلوقتي من السرطانات اللي بتتعالج كويس جدا جدا في مصر. بلس انه دايما انا بقول للستات لما حد اشخصه سرطان ثدي ويبقى مخضوضه، بقول لها انه ده عضو خارجي بيسموه اكسسوري اورجن، حاجه للزينه، فمش متصل بالحياه، مش زي الرئه نفس طالع ونفس داخل، مش زي الكبد بيخلص الجسم من حاجات كتير. فهو الاصابه في اولها لا تؤدي الى الوفاه، ما بتعملش مشاكل، سهل علاجه. فخلينا نقول من الاول ايه هو سرطان الثدي. سرطان الثدي هو اهم سرطان بيصيب السيدات. نسبه حدوثه ما بين السرطانات 30%. نسبة الإصابة بيه يعني أكتر من 2%. احتمالات حدوث سرطان الثدي واحدة من كل 8 ستات. يعني واحدة من أي 8 ستات احتمال يجي لها سرطان. ده لغاية سن 50. بعد سن كل ما نكبر في السن كل ما النسبة دي بتزيد. بمعنى مثلا أنه الستات فوق 70 واحدة من كل 4 ستات معرضة للإصابة بالسرطان. وده مهم جدا، عكس اللي في دماغ الناس، لأن هم دايما تيجي يجي لي برضو الستات تقول لي يا دكتور انا كبرت، اقول لها حضرتك لازم تفضلي تعملي الكشف الدوري، لا انا كبرت ما خلاص. لا مش خلاص، ده بالعكس، كل ما الستات تكبر في السن كل ما احتمالات الاصابه بتزيد. يعني فكر ان السرطان الثدي ان هو يكون وانا صغيره ده غلط، بل بالعكس، انت كل ما تكبري بيجي في اي سن، بس هو سنه السن اللي مفروض اللي بيجي عنده في المنطقه بتاعتنا او في مصر من 48 ل 51، ده الافريج او السن اللي اغلب الاصابه بتبقى في السن ده. لكن طبعا بقينا نشوف حالات في سن اقل من كده، وبنشوف حالات في سن اكبر من كده. الحالات اللي في سن صغير غالبا بيبقى عندهم جينات في العيله، او ده كانسر جيني وراثي شويه اكتر. وده من اهم الاسباب او المسببات لسرطان الثدي، انه يبقى فيه جينات مسببه للسرطان، اللي هي طبعا كلنا عارفين قصه انجلينا جولي، فاشتهرت اسامي الجينات دي اسمها البراكا جينز. البراكا دول في واحد واثنين. البراكا 1 بيشيل استعداد لسرطان الثدي والمبيض والقولون. والبراكا 2 بيشيل استعداد لسرطان الثدي والبروستيت البروستاتا والبنكرياس ده معناه انه العيله برضو لو في سرطان ثدي في العيله او سرطانات تانية من دول، يعني لو لقينا في العيله مثلا ملاحظ سرطان قولون كتير، ده غالبا عندهم البراكاجين ايجابي. فبالتالي سرطان الثدي وسرطان الاوفري لازم ناخد بالنا. المبيض. وده كمان بيقول برضو الاستيتمنت دي بتقول حاجه تانية، انه الكانسر مش وراثي من الست، من الام، من عيله الام. لا، من عيله الام ومن عيله الاب، لان القولون هيجي في ستات ورجاله، البنكرياس هيجي في ستات ورجاله، البروستاتا ده كانسر بيجي في الرجاله. ده معناه انه الوراثه من العيلتين، من عيله الاب ومن عيله الام على حد سواء، لان برضو تيجي الست تقول لك لا ما هو يعني عيله بابايا فيهم كذا، لكن عيله مامتي الحمد لله كويسه. انا سليمه، كان دول مش تبعها. طب ما انت من مامتك ومن باباكي يا حبيبتي. لا دول معانا، معانا عيله الاب يعني معانا. طب في معلومه بتقول، طبعا احنا هنمشي مع حضرتك وانت بترحبي جدا بقصه ان الوقايه خير من العلاج طبعا، وان الكشف المبكر. في معلومه متداوله بتقول ان من اول الأربعين تبتدي تروحي تعملي الكشف حتى لو انت مش حاسه بحاجه، هل امشي عليها ولا قبل الأربعين؟ لا، هنمشي على الأربعين عادي. العيله ما فيهاش كانسر جيني. هو ليه بنقول 40؟ علشان احنا قلنا ان سن الكانسر عندنا 48 ل 51، ده الافريج. حلو قوي. فاحنا لما نبتدي عن سن الأربعين، يعني احنا بدانا 8 سنين قبل السن المتوقع فيه، فده معناه ان احنا لو الست بتعمل كل سنه كل سنه، يبقى احنا لما هيحصل هنكتشفه. حلو قوي. هي اون سكريننج، على كشف دوري، بتيجي كل سنه. يا اما بنشوف الورم اول ما يطلع فبيبقى صغير اقل من سنتي، او بنشوف الحاجات
التغيرات اللي بتحصل في الأنسجة قبل حدوث الورم، فبالتالي ممكن نمنع في الحالة دي. يعني ممكن لو لقينا في ساعات تكلسات بتحصل في النسيج الثدي 50% قبل حالات السرطان، ودي ما بتبانش إلا بالماموجرام. عشان برضو دايما ستات كتير تقولي طب نعمل سونار، طب الماموجرام في تعرض للأشعة، طب لا يعني ما فيش، هل ده خطر مفيش علينا؟ فصال في الماموجرام بعد الأربعين، بس ما فيش حاجة خطر يعني. لا ما فيش لو خطر. أنا ما عنديش حاجة وجاية أطمئن، أنا ما فيش كمية حاجة التعرض للأشعة من الماموجرام قليلة ومحسوبة وذين المسموح به سنويا من الجهات المعتمدة اللي بتدي تصريح يعني ان احنا مفروض نتعرض قد ايه في السنة. طيب فهو وزين المسموح، فاحنا هنعمل مرة كل سنة بعد سن الأربعين. يا هنكتشف الورم في المرحلة الأولى، يا هنكتشف ما قبل الأولى كمان. لو الناس عندها كانسر استعداد جيني، يعني ولنفرض مثلا واحدة خليتها جالها عند 38، أنا ازاي بقول انه خلينا نوسعها أكتر؟ لا ما هي أنا لو خليني أوسعها، أنا لو في عيلتي، عيلة لو في عيلتي في الجمعية الأمريكية للسرطان حاطة ستيتمنت إن أنا لو العيلة فيها في سن أصغر من الأربعين، الستات بتوع العيلة دي هيبتدوا الكشف المبكر 10 سنين قبل أصغر واحدة جالها، يعني تبتدي يعني من 30 سنة. قلنا مثلا الست الخالة جالها وعندها 38 سنة، يبقى الستات والبنات اللي في العيلة هيبتدوا من 28. بس مش كانسر ثدي بس، هيقولتي لو أي كانسر، كانسر ثدي أو مجموعة الكانسرات الجينية اللي هي من القولون والبنكرياس والبروستاتا والثدي والمبيض، لو حاجة من المجموعة دي منتشرة في العيلة طبعا احنا ممكن نعمل الكشف الجيني نعرف عندنا الجين ولا لا. بس بغض النظر حتى عملنا ما عملناش، وجود السرطانات من اللي انا قلتها الخمسة دول في العيلة معناه انه يجوز باحتمال كبير جدا عندهم الجين، بالذات لو بيجي في سن صغير. فاحنا لو هيجي في سن صغير هنبتدي 10 سنين قبل اصغر واحدة جالها. انا بقول يعني من 30، نبتدي من 30 لو في جينات في العيله، ونبتدي من 40 في الناس اللي ما عندهاش استعداد عائلي. لو اضطرينا نبدا في سن اصغر من كده هنعمل موجات صوتيه اللي هو بيسموه الترا ساوند، سونار على الثدي فيهوش تعرض للاشعه، لان الثدي بتاع البنات الصغيرين تحت ال 30 في العشرينات بيبقى كثيف، فمش هناخد فاليو قوي او مش هناخد معلومات جامده من الماموجرام، مش هنعرف نستفيد. بلس ان انا هبتدي كده ماموجرام بدري جدا، هتقعد سنين عمرها تعمل كتير، فهنخلي الفتره الاولانيه دي بتاعت العشرينات هيبقى الكشف بس بالموجات الصوتيه، وده حتى اللي بنعمله للحوامل. ساعات بيجي لنا حامل عندها مشكله في الثدي، فهو الموجات الصوتيه للثدي او الالتراساوند، معنى كده ان هي مش هتاثر، ما بتاثرش ولا على البيبي ولا فيها تعرض للاشعه ولا فيها حاجه على البنات الصغيرين ولا حاجه. نقدر نعمل كشف للصغيرين بالموجات الصوتيه، فوق ال 30 هنعمل ماموجرام لو في استعداد جيني، فوق ال 40 ده العادي خالص. في بقى ناس تقول لك ايه، طب انا اختي عايشه في فرنسا وبتعمل سكريننج من 50، اشمعنى احنا نعمل من 40؟ انا اختي عايشة في كندا وبيعملوا سكرينينج من 50 كل سنتين. طيب أوكي. الرد بقى ايه، ان هم الويسترن كانتريز او الغرب عندهم السرطان بيجي عند سن من 58 ل 61. هتقولك طب ما هي اختي، طب ما ممكن تقولك اختي ودي ممكن دي تكون وراثية. ما هي اختها بقى ماشية غلط، هو انا محطوطة في سيستم. انا لا، انا دلوقتي انا بجيناتي، احنا جيناتنا عند 48، يعني انا ما تعاملش بالبلد اللي انا عايشة فيها، انا اتعامل بالجينات بتاعت اهلي بالظبط. هم التانيين بيجي لهم لا، عشان برضو هم ايه، بتبقى ستات بتتلكك مش عايزة تعمل يعني. لا هم بيعملوا في فرنسا مثلا فور اكزامبل او كندا او كده، لان سن الكانسر عندهم 58، لكن احنا 48. لكن وراثيا هي. لا، لكن عشان كده بتبتدي 10 سنين قبله. وبرده لو في كانسر وراثي هيبتدوا بدري عادي جدا. الستيتمنت دي انترناشونال على كل الناس. طيب خلينا نقول نقطة مهمة جدا، في عوامل مسببة للكانسر، احنا لو ذكرنا منهم هنقول الوراثية، العامل الجيني ده اهم حاجة. هل في حاجة تاني مسببة للكانسر؟ في الهرمونات بقى، العامل الهرموني، انه في هرمونات انترنال بتاعتنا وفي هرمونات اكسترنال خدناها من بره. زيادة الهرمونات الأنثوية في الجسم وطول فترة تعرض الجسم
لهرمونات انثويه من غير ما يستعملها، ده ممكن يبقى سبب من اسباب او يعني يساعد على ظهور الكانسر، لان خليه السرطان نفسها على جدارها حاجه اسمها ريسبتورز، مستقبلات، منهم مستقبلات هرمونيه. فالتعرض للهرمونات ممكن يجي ازاي؟ انترنال، اللي هو مثلا البنت جالها المينارك، ابتدت الدوره الشهريه بدري جدا 9 سنين في كده، وتمشي متاخر جدا 57 سنه في كده، كويس، ففتره طويله جدا. ده واحده عندها ريسك شويه. ان هي ما خلفتش، ما اتجوزتش، ما رضعتش، الحاجات دي ما استعملتش الهرمونات في اي حاجه، فالهرمونات مركونة على جنب بمعنى يعني صح. فلازم اجري بسرعه من الكشف ده كنوع من التبسيط. يعني اكسترنال هرمونز بقى، ان هي تعرضت للستريس هرموني جامد. ازاي بقى؟ في مثلا ناس بتاخد هرمونات علشان التبويض، تنشيط التبويض، علشان بيعملوا IVF. في ستات بيبقى عندها مشاكل في الرحم والنزيف وكذا، بياخدوا هرمونات. في ستات ماشيه على حبوب منع الحمل سنوات وسنوات وسنوات. خلاص، في حاجات نقدر نستغنى عنها وفي حاجات ما نقدرش. يعني انا بالنسبه لي لا، يعني انا اي دونت ادفايس ان اي حد ماشي على حبوب منع الحمل يقعد ماشي عليها 10 و12 سنه وكده، ده مش مناسب. لا، يعني دي فترات دي غلط. نغير بيها الفترات قصيره مثلا، بتريح ما بين لوب والتاني، انما ما تمشيش على حبوب منع الحمل 12 سنه، تستسهل. قصدك حبوب منع الحمل او اي وسيله، ولا انا اغير الوسيله؟ لا انا بتكلم على الوسيله اللي هتديكي في الجسم هرمونات زياده. لكن لو هي مركبه لوب او كده، ده ما بيعملش حاجه. فده نقدر نستغنى عنه. لو واحده بتعمل مثلا، عملت IVF او خلفت عن طريق IVF، اللي هو الحقن المجهري او الحمل اللي احنا مساعدين التبويض فيه، ده ما نقدرش نقول ما تعملش كده، هي من حقها يبقى عندها بيبي، بس تبقى عارفه انها تعرضت لريسك. اللي عندهم ريسك دول بعد كده هم اكتر ناس هنحاول نخليهم او نقنعهم انه يعملوا الكشف الدوري منتظم. يعني مهم انها تبقى عارفه ان هي واحده عندها ريسك، مش عادي يعني كده بس. لكن انا ما بقولش ما تعملش، لا. العامل الهرموني ده مهم جدا، ياتي بعد العامل الجيني على طول. في حاجات بقى اقل اهميه، زي اللي هو البيهيفير بتاعنا، احنا بنعمل ايه. ناس مثلا ستات اوبيز، تخان قوي، لانه خلايا الدهون مخزن للهرمونات، فالتخنه السمنه بتعرض الجسم للاورام. يعني برضو انا لو عندي سمنه يبقى انا ممكن اكون معرضه اكتر من سرطان الثدي، ولازم اروح اكشف. انت بقى بيبقى جدول كده بتحط فيه كذا بقى حاجه على بعض، انه عندها استعداد جيني ولا لا، الام والخاله كان عندهم، يسجلوا الفقره دي بقى، خدت هرمونات ولا لا، خدت هرمونات. يعني لازم يسجلوا الفقره دي، لان انت بتقولي فيها كل حاجه هم هيقدروا يمشوا عليها ستيب باي ستيب. صح كده. بتدخن، الاوبيزيتي، التدخين، بتشرب، ده مش كتير عندنا. الحاجات دي ريسك فاكتورز. ما بتلعبش رياضه خالص، حركه الجسم والرياضه بتقلل احتمالات السرطان بنسبه 40%. ان شرب الميه الكتير بيقلل احتمالات السرطان برضو بنسبه كويسه. في ناس ما بتشربش ميه خالص، ما بتعطش. طريقه الاكل، بناكل هيلثي ولا بناكل اي كلام واي لخبطه؟ كلنا بنلخبط بس نحاول. يعني مهم جدا ناكل الاكل اللي فيه انتي اوكسيدنت، اللي فيه مضادات اكسده، لانها بتساعد الجسم انه بيتخلص من الحاجات اللي ممكن تؤدي الى ان الخلايا تتحول لخلايا سرطانيه. طب ايه بقى الاكل اللي فيه مضادات اكسده؟ حلو. الاكل اللي فيه الفاكهه والخضار الملونه اللي فيها بذر. كويس. ايه هم الفاكهه والخضار الملونه اللي فيها بذر؟ زي ايه؟ زي اي فاكهه وخضار فيهم بذر؟ كل كتير قوي. كيوي مثلا لا، يعني فاكهه وخضار ملونه فيها بذر بناكلهم. هو الانتي اوكسيدان مثلا؟ لا، البطيخ ما بناكلش البذر. ما بناكلش البذر؟ انت لازم تاكلي البذر. لا، ما انا بقى انا بحاول اعلمهم، يعني بدل ما اقعد اقول جوافه وخيار وكده، بقولهم على اساس على اي اساس اخترناهم. الانتي اوكسيدانت في البذر الصغير اللي بيتاكل في الفاكهه الملونه، زي الجوافه، زي الكيوي، زي التين. تاني تين. زي الطماطم كده. فده يعني اي فاكهه او خضار، مش هنقول بذور، لان انت فاهم اللي هي الحبيبات يعني الصغنطوطه اللي ممكن تتبلع. المانجا مفيده بس ده مش انتي اوكسيدنت. او ما بناكلش البذره دي ولا البطيخ، لكن الجوافه بناكلها بالبذر. طبعا. الكيوي بناكله بالبذر بتاعه. الخيار، القته، الطماطم كده يعني.
فمهم جدا. ومهم كمان الفيتامين دي، لازم ناخد اكل فيه فيتامين دي، لان الفيتامين دي بيساعد الجهاز المناعي كويس قوي. احنا عارفين ان الجهاز المناعي اصلا مري، عشان تبقي عارفه احنا كلنا جوه جسمنا في خلايا سرطانيه، هي الخلية، أي خلية ليها عمر، لا بتتنشط أو لا، لا هي بتبوظ في الآخر الخلية. يعني الخلية زي مثلا ما الشعراية ليها عمر وبعدين بتقع، حلو. الخلية بتاعت الجسم هي الخلية ليها دورة حياة، في الآخر بتبوظ وبتتحول لخلية سرطانية. بس الجهاز المناعي اللي هو خلايا المقاومة اللي موجودة في الدم بتشيل الخلايا السرطانية دي وتخلص الجسم منها، تاكلها. لو احنا المناعة وقعت يبقى اللي بيكافح الخلايا السرطانيه اللي موجوده مش موجود، مش موجود. الجيش اللي بيهاجمها مش موجود، وهتظهر. فبالتالي ممكن تنشط في وجود عوامل اخرى، زي حد بياكل غلط، حد بيشرب، حد بيدخن، حد بياخد هرمونات، حد عنده استعداد جيني. يعني ممكن مع اسباب اخرى يعني تبتدي تنشط. طيب يبقى احنا لازم نشتغل على جهاز المناعه. ايه اللي بيحسن المناعه؟ بيحسن المناعه الفيتامين دي من الحاجات اللي بتحسن المناعه وتحسن المزاج جدا جدا. اخده والانتي اوكسيدنت، اخده فيتامين ولا اكل؟ لازم نعمل التحليل الاول، لان الفيتامين دي من الحاجات اللي هي ما ناخدهاش الا لو قليله، لكن هي كومن انها تبقى قليله. كتير جدا من الناس عندهم الفيتامين دي قليل، لان ما بيتعرضوش للشمس كفايه، ما بياكلوش اكل صحي بيجيب فيتامين دي، فتلاقي عندهم تعب في الجهاز العضلي الحركي، وتلاقي عندهم مناعه قليله. فاحنا هنقيس الاول على حسب بقى، لو هو قليل هناخد الدواء، مش قليل مش هناخده، وممكن يبقى قليل لكن محتاج يزيد. في بدائل للدواء؟ في بدائل للفيتامين دي؟ هو لو قليل بيبقى لازم الدواء، لانه بيبقى قليل خلاص قليل يعني، يعني بيبقى مثلا المفروض يبقى من 50 ل 70 سفيشنت، يبقى فوق ال 30 يعني فوق ال 30 يبقى مقبول. بتلاقي ناس كتير جدا عندهم اقل من 20. طب لو يعني مش قليل وانا ظبطته، ايه اللي يحافظ على مستواه؟ الشمس، عارفه الشمس، تعرض للشمس، واكل الاكل اللي فيه فيتامين دي مشهور، يعني السلمون والجرجير والحاجات دي لازم يبقى اتليست مره في الاسبوع. مش كلنا عارفين يا دكتور، قول لنا مره في الاسبوع. السلمون والتونه والجرجير دول حاجات ريتش ان فيتامين دي، ممكن مره في الاسبوع يبقى في اكله فيها فيتامين دي يعني. وانه احنا نتعرض للشمس الصحيه برضو كويس، وانه دايما نقيس كل 3 شهور، لازم الستات بعد سن ال 40 تقيس الفيتامين دي. طب ايه رايك نروح في حته تانية؟ انا ما كنتش عارفه كل المعلومات حضرتك قلتها لي دلوقتي، وحسيت بشويه اعراض. ماشي، احنا دايما بنسمع ان مثلا لو حسيتي بحاجه كالكع او اي حاجه في الثدي يبقى لازم اروح اكشف. ايه تاني غير المتعارف عنه؟ يعني ايه تاني غير الكلكعة دي؟ اللي هو يعني نقدر نقول بالبلدي اعراض سرطان الثدي مثلا. بس غير المعروف. غير المعروف. طبعا هي الست هتحس بكتله في صدرها، قد تكون الكتله حميده وقد تكون الكتله خبيثه. حلو. بس نووي ان واحده تحس كتله في صدرها وما تجيش. أوكي. حصل في الفترة اللي فاتت كنت بحكي لك قبل ما ندخل الهوا، كنا النقطة دي قالت لي لازم نتكلم، هي مضايقاها شخصيا. اي دكتور عنده امانه بيتضايق على اي وقت مريض وقت الكورونا تيجي مثلا كومن جدا الايام دي، تيجي واحده تكشف فاقول لها دي بقى لها قد ايه، تلاقي كتله كبيره، ورم كبير قوي. يعني ليه؟ فتقول لي بقى لها من شهر 4، من شهر 3 بالظبط، اللي هو التوقيت اللي بدانا ما ننزلش فيه عشان الكورونا. من اخر 3، من اول 4. طب ليه ما جيتيش؟ لا عشان الكورونا. احنا كنا شغالين على فكره عشان الكورونا، عمر بتودي نفسك في داهيه خالص يعني. مثلا يعني كورونا في الاخر ده انفلونزا، انما ده سرطان. فبرضه لازم يعني فتره الستاي هوم وفتره ان احنا نقول للناس ما تنزلوش، لازم الواحد يقيم اموره، اوزن ايه المخاطر قصاد المكاسب، اي حاجه كده يعني. هو وارد ما يبقاش المستشفيات والمراكز وكل ده عمرنا ما قفلنا، لازم طبعا. طب احنا بنروح لمين عشان الناس اللي محتاجه حاجه بجد بقى، مش دلع يعني. في نسبه، لا انا شفت طبعا. بصي انا من متابعين الدكتور جدا، وهي صديق عندي شخصي على الفيسبوك. انا كنت بشوفك ان انت مستمره على شغلك، ما فيش حاجه اسمها عندك انت قعدتي الكورونا. كل اغلب الناس يعني، اغلب الدكاتره طبعا بحييكي طبعا على الروح دي وعلى الامانه الطبيه اللي عندك، خصوصا ان انا زي ما بقول ممكن تكون مش حميدي. ما انا بقول كده عشان لو حصل وجات ويف تانية من الكورونا نكون اتعلمنا من الاخطاء اللي حصلت الفتره اللي فاتت، وده ما يتكررش. لان فعلا بيجوا بقى الايام دي لما الدنيا راقت والناس اطمنت وكده، فبداوا يجوا ويكشفوا وينزلوا يروحوا للدكاتره. طبعا ورم خبيث قاعد من شهر 4 لشهر 9 كبير، فاهمه؟
كبر يعني. ممكن الكام شهر دول عشان فقرتنا للاسف خلصت، الكام شهر دول لهم ليه قعدتهم وتاخرت فيهم عن الكشف، ولو ممكن كان ياثروا تاثير سلبي ينقلوا السيده من المرحله الاولى مثلا للمرحله الرابعه. المرحلة الأولى نسبة الشفاء الكامل 100% من 98 ل 100%، المرحلة الرابعة نسبة الشفاء من 22%. فهو يعني أي حد يجي له أي شكوى، كتلة، أنت كنت بتسألي على بقية الأعراض، دم من الحلمة، حاسة حاجة تحت بطها، تغيير في شكل الثدي، مكرمش، الجلد شكله مش عاجبها، لا أنا مش هكتفي بقى خلاص كده، أنا هتكوني أنا هكمل معاكي فقرة تانية يا جماعة، وهكون معانا يعني الأسبوع الجاي، خلاص مش هسيبها لان الموضوع كبير، هو عالم، فمش هينفع يختصر في فقره واحده، هنتكلم بالتفصيل بقى عن فيما بعد، يعني ايه الاعراض، ايه الحلول، ايه العلاج الجديد. وانا بشكرك جدا وسعيده ان حضرتك نورتينا في برنامج الطبيب. وانا سعيده اكتر، ميرسي جدا يا دكتور. نشكر الاستاذ دكتور نجلاء عبد الرازق، استاذ الاشعه التشخيصيه والتداخليه بالقصر العيني، وخبير في الاشعه التشخيصيه والتداخليه للثدي. وانا كمان بشكركم، اشوفكم على خير ان شاء الله.